السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ياكم محمد ياسين. اليوم شرحنا شلون تخفي البينج او شلون تسوي ماسك للبينج ماتك باتل فيلد 3 وباتل فيلد 4. فانا حاليا بهذا اللابتوب ما عندي باتل فيلد لا 3 ولا 4 ولا احزاب اوريجن ولا اي شيء، فراح اروح الغير حاسبة وارجع لكم. اوكي، هسه جيتكم من الحاسبة الثانية، فمثل ما قاعد تشوفون هنا أنا البينج، يعني انا اقول مو اقول لكم البينج ماتي كلش عالي، بس مرات السيرفرات من يصعد البينج ماتك فوق ال 200 قبل يطردك. هاي بالباتل فيلد 3 وباتل فيلد 4 وشي معروف هذا يعني. فيعني هاي طريقه كلش سهله. فاول شيء تحتاج شنو؟ تفتح الكنترول بانل. فانت بكيفك شلون ما تريد تفتح الكنترول بانل افتحه. انا راح استخدم ادوس على زر الويندوز وحرف الار، راح تطلع لي الران، راح اكتب كنترول بانل وانطي اوكي. ورا ما فتحت الكنترول بانل نروح على سيستم اند سكيورتي، وبعدين تروح على ويندوز فايروال. طبعا عمود هاي الطريقه تشتغل لازم الجدار الناري مال ويندوز مشتغل، اذا ما مشتغل دوس هنا على تورن ويندوز فايروال اون اور اوف، وبعدين خلي العلامه على هذه وخلي العلامه على هذا، يعني بالبرايفت وبالبابليك. فخلينا نرجع من هذا، وبعدين وين تروح على ادفانسد سيتنج، وبعدين تدوس على اوت باوند رول، وراح تطلع لك هاي اللسته. فمن دسنا على اوتبوت رول راح تطلع هاللسته، نروح ندوس على نيو رول ونخليها على كوستوم، وندوس على نيكست ونيكست. وهنا الشيء الوحيد اللي راح نغيره هو البروتوكول تايب، راح نخليه من اني الى اي سي ام بي فيرجن 4، ونطي نيكست 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 نيكست. وهنا الاسم، هنا انصحك يعني تخلي الاسم يعني شيء تعرفه بالمستقبل اذا تريد تعطل هذه الخاصيه وتخلي البينج ماتك يظهر مره ثانيه. فمثلا خلينا نسميه باتل فيلد 3 باتل فيلد 4 بينج هايد. وهنا تقدر تخلي جوا هنا وصف، فانا ما راح اخلي وصف وادوس له فينيش. وهنا ما عليك بهاي العلامه مال الغلط، لان انا عبالي ما تشتغل، هي طلعت تشتغل اعتيادي وما عليك بها. فهنا أنا مثل ما قاعد تشوف يعني البينج بعده 200، فإذا رفرشنا الصفحة راح نشوف إنه البينج مالتنا اختفى من السيرفر الرئيسي وصار علامة سالب. وهذا مو يعني بس وهمي هنا على هذا الموقع، هذا حتى من اللعبة باللعبة ما تطلع البينج ناقص، يعني ما يعرف السيرفر. فراح أروح أسوي لكم الباتل فيلد نافذة منبثقة عمود يقدر برنامج كامتيزيا ستوديو يقدر يصورها وارجع لكم. فهسه رجعت لكم شباب من داخل اللعبه، فمثل ما قاعد تشوفون انا اخر واحد والبينج ماتي سالب، يعني مخفي من السيرفر ما يقدر يعرف البينج ماتك. فهذا كان شرحنا اليوم، ان شاء الله عجبكم. كان معكم محمد ياسين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.